ما أن أصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة الحجاج القطريين وتقديم لهم كافة التسهيلات ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، حتى حزم المواطن القطري حمد المري أمتعته متوجها إلى أطهر البقاع لأداء فريضة الحج برفقة ابنه أسامة. أخوي حمد جاء مواطن قطري، جاء في ضيافته في برنامج ضيافة خادم الحرمين الشريفين حجاج قطر، جاء بداية ذي الحجة، وبعدين استقبلوه استقبال طيب بداية دخوله، بعدين حجزوا له على مطار الأحساء إلى جدة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين في مكة، وتصريحه الأول في مكة تصريح يثني ويشكر جهود المملكة العربية السعودية على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه. المري أثنى على الجهود المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في أكثر من منبر، وكان آخرها عبر منبر الإخبارية عند وصوله لمطار الأحساء الدولي فور انتهائه من مناسك الحج. جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين كل خير، ونشكر كل الغائمين على هذا الحج من أكبر مسؤول إلى أصغر فرد، جزاهم الله خير، وندعو لهم في عرفات وفي منى ولا ننساهم مدى حياتنا إن شاء الله من الدعاء، والله يقويهم على اللي قدمونا الخدمات كلها من وإلى، مشكورين وجزاكم الله خير. لم يدر في خلد المواطن القطري حمد المري أن تكون عقوبة أداء فريضة الحج والثناء على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين هي الاعتقال والتنكيل بأبشع الصور من خلال إظهاره بمشهد تمثيلي أجبر عليه ليتم إيهام الناس بأن ما تعرض له حدث في المملكة، مع العلم بأنه غادر الأراضي السعودية برفقة عائلته التي انقطعت بهم سبل الاتصال معه فور دخولهم للمنفذ القطري. حسب معلومات زوجته اللي وصلت لي ان الرجل بدايه دخوله استقبله مجموعه من الضباط، عزلوه من اسرته، تواصل مع ابنه الكبير عبد الهادي، جاء خذ الاسره، خذ والدته وخذ اخوانه، وابوه يعني اعتقل ولا نعلم عنه شيء الا انه كلم اليوم يطلب ملابس، معتقل لدى الاجهزه الامنيه القطريه. بعدين المقطع الاخير اللي انتشر انه مخطوف وانه يعني تعرض لاختطاف وتهديد، والمقطع الاخير اللي انتشر طال عمرك لو كان تعرض اخي، انا مقيم في الاحساء، لو تعرض اخي لاختطاف في داخل الحدود السعوديه اول ما يعلم انا او الاجهزه الامنيه السعوديه، لكن يعني حسب تصريحات زوجته وتواصلي معها انه خلال رحلتهم وعودتهم الى قطر ما احد اعترض لهم. وتأمل أسرة المري أن يتم الإفراج عنه، لا سيما وأنه لم يرتكب جريمة غير أنه قام بأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. صالح المري، الإخبارية، الأحساء.